من وسائل حفظ الأمن كذلك أو من وسائل استجلاب نعمة الله عز وجل بالشكر أن تعمل العمل الصالح، فإن العمل الصالح هو الذي يتحقق به الشكر حقيقة. ألم يقل الله عز وجل لآل داود اعملوا آل داود شكرا؟ فالشكر ليس بمجرد اللسان، بل إن مع اللسان لابد من موافقة الأركان، فيعمل المرء شكرا لله عز وجل فيؤدي الحقوق التي عليه ويعبد الله عز وجل كما أمره سبحانه ويقتصد في معيشة ويترك ما نهى الله عز وجل عنه ويعطي من احتاج من المسلمين محتاجة وغير ذلك من الأحكام الشرعية المفصلة. وكون شكر الله عز وجل بأداء العبادة والطاعة وامتثال الأمر حافظا لنعمة الأمن بالخصوص له أصل في الشريعة، فإن الله عز وجل لما ذكر الامتنان على قريش قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول أهل العلم إن قرن الحكم بوصف بحرف الفاء يدل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعبادتك الله عز وجل هي علة أمنك بأمر الله عز وجل، ولذلك هذا التعقيب بالفاء يدلنا على هذا المعنى المهم، وهو أن عبادة الله عز وجل يتحقق بها شكره سبحانه وتعالى على الأمن، وبشكره جل وعلا يتحقق هذا الأمن وهو المقصد العظيم للناس.